أهلا بكم. هل وصل الانفجار بين القوى السياسية في العراق ذروته؟ ما تداعيات اقتحام التيار الصدري مقر البرلمان وإعلانهم اعتصاما مفتوحا على المشهد العراقي؟ وما هي انعكاسات احتدام الصراع بين القوى السياسية في العراق؟ وهل وصلت فعلا إلى حد الانفجار؟ وهل باتت العملية السياسية الآن على شفا فوهة بركان؟ أم أن لها من يدعمها منذ تشكيلها من قبل الاحتلال الأمريكي ومن ثم إيران، لأنها تحقق مصالحهما في العراق؟ وهل سيتطور الصراع إلى مواجهة مسلحة بين الميليشيات المتصارعة على النفوذ والثروة والسلطة؟ وهل هناك مخاوف من وقوع اقتتال داخلي يدفع ثمنه الشعب العراقي؟ في قراءته للأحداث أكد الدكتور مثنى حارة الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق أن العملية السياسية تحمل عوامل فنائها منذ ولادتها بقرار أمريكي، وأن الانفجار بين القوى السياسية وصل ذروته الآن بما يدور من أحداث. مشاهدينا الكرام، هذه المحاور وما تحمله من أسئلة نناقشها في هذه الحلقة مع ضيوفي الكرام الأستاذ حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي ضيفي في الاستوديو. أهلا وسهلا، حياكم الله. والأستاذ مسار عبد المحسن الكاتب والباحث السياسي ضيفي عبر الهاتف. إذن نشاهد هذا التقرير ثم نبدأ الحوار، كونوا معنا. للمرة الثانية وفي بضعة أيام أنصار التيار الصدري يقتحمون مقر البرلمان في المنطقة الخضراء ببغداد ويعلنون اعتصاما مفتوحا، لتتوقف بذلك جلسات البرلمان حتى إشعار آخر وسط الصراع محموم على السلطة بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري. احتدام الصراع كشف عن الجرائم وحجم الفساد المستشري في العملية السياسية وميليشياتها، فقد اتهم مقتدى الصدر أن من يهدد الأمن ويسفه هيبة الدولة في شمالي العراق والأنبار وغيرها هو الطرف الآخر، في إشارة إلى ميليشيات الإطار التنسيقي، داعيا إلى تغيير جذري للنظام السياسي والدستور والانتخابات، على حين دعا الإطار التنسيقي الذي يضم ميليشيات موالية لإيران أتباعه إلى الاحتشاد على أسوار المنطقة الخضراء ضد ما وصفه بالانقلاب المشبوه وخطف الدولة. مقتدى الصدر الذي وصف اقتحام أنصاره مجلس النواب بأنه تحرير للمنطقة الخضراء دعا العشائر والقوات الأمنية وميليشيا الحشد إلى دعم أنصاره. هذا وأكد مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين الدكتور مثنى حارث الضاري أن الانفجار بين القوى السياسية وصل ذروته الآن بما يدور من أحداث واقتحام لمبنى مجلس النواب وما رافقه من سقوط جرحى وتهديدات، وأن العملية السياسية في العراق تحمل عوامل فنائها منذ ولادتها بقرار من الاحتلال الأمريكي، إلا أنها لم تسقط لأن انهيارها يضر بمصالح كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. هي إيران يا دولة اللي خلت إيدها فيه ومشت عدل. اليمن تعبتها، سوريا، العراق طحين، سلمتها طحين. زين، كفوينا شرج يا إيران، كفوينا شرج. العراقيون ومع تفاقم أزماتهم ما زالوا عالقين وسط الجمود السياسي بعد 10 أشهر من الانتخابات، وأن أقطاب العملية السياسية التي تتناحر اليوم متورطة بالإخفاق في إدارة البلاد منذ عام 2003. مراقبون حذروا من تطور الصراع إلى مواجهات مسلحة نظرا لامتلاك كل من التيار الصدري والإطار التنسيقي ميليشيات مدججة بأسلحة ثقيلة، وهو ما يهدد أمن العراقي والعراقيين. أبدأ معك أستاذ حسين السبعاوي، ما قام به الصدر هل هو ثورة أم انقلاب أم فوضى؟ يعني كيف يمكن أن نصفه؟ تحية لكم ولمشاهديكم وللضيف الكريم. أنا أعتقد ما قام به الصدر لا يرتقي إلى مستوى الثورة، لأن الثورة شنو معناها؟ معناها أن هناك تحرك شعبي سواء كان سلميا أم مسلحا تسانده القوات المسلحة للإطاحة بالنظام وإعلان نظام جديد. هذا ما لم يكن، يعني ما لم يحصل في حركة التيار الصدري. أما الانقلاب، الانقلاب معناه تحرك القوات المسلحة والاستيلاء على السلطة بالقوة وإعلان أيضا أحكام عرفية وإيقاف العمل بالدستور.
وهذا أيضا لم يحدث. إذا ما الذي يعني ماذا يريد أو ماذا نعرف حركة الصدر؟ أنا أعتقد التيار الصدري أدرك خطأه في الانسحاب من البرلمان عندما أمر نوابه بالاستقالة، نوابه 73 بالاستقالة في حزيران الماضي، وبتصرف الإطار الاستفزازي عندما دعا البرلمان إلى الانعقاد رغم وجود رغم أن البرلمان كان في تلك الفترة في عطلة تشريعية فصلية، وتقديم البدلاء بهذه السرعة، وزاد الطين بلة ترشيح الإطار لمحمد الشيع السوداني على أن يكون رئيس الوزراء، أدرك التيار بأنه يعني وقع في الفخ، وأن خطأه في الانسحاب من العملية السياسية كان غير مدروس، وأن الخصوم وغرمائها السياسيين قد استغلوا هذه الجزئية في أدائه. لهذا السبب تحرك التيار الصدري بسرعة وسيطر على المنطقة الخضراء وعلى البرلمان ليقلب الطاولة على الجميع، ومن ثم عودة المفاوضات للحصول على ما يريده. ما يميز الأطار أنه التيار الصدري أنه ما لم يحصل بالقوة بالتفاوض والبرلمان يحصل بالقوة، لأنه التيار الصدري لديه تيار واسع عريض حقيقة يستطيع أن يحركه متى يشاء كيف يشاء في التوقيتات كل هذه. فأراد التيار الصدري بهذه الحركة لقلب الطاولة على الجميع وعدم السماح بتشكيل أي حكومة بغيابه. ورحب بالأستاذ مسار عبد المحسن الكاتب والباحث السياسي ضيفي عبر الهاتف. أستاذ مسار مرحبا بك. إذن إلى أن يتم الاتصال بالأستاذ مسار عبد المحسن يبدو أنه لم يتأمن إلى الآن. أستاذ حسين، لابد من تداعيات لاقتحام مبنى البرلمان، هذه ليست المرة الأولى، هذه بل المرة الثانية ربما الثالثة الرابعة، يعني الكثير من الأحداث سبقت هذه السنة حصلت في السنوات الماضية. نعم. البعض يقول بأن هناك يعني من القوى السياسية وزعماء القوى السياسية وزعماء الميليشيات من يعني يتلون بحسب مصلحته، والبعض الآخر يرى أنه يخرج عن إطار التلون وفق المصلحة إلى أن هناك مقتضيات يجب تنفيذها إقليميا، يعني هل هذا الأمر يعني تراه قريب الصواب؟ لا، أنا أعتقد البرلمان يعني أصبح هو حلقة أضعف في الرئاسات الثلاث، هو الحلقة الأضعف في رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية وفي رئاسة ورئاسة البرلمان هي الحلقة الأضعف. فكل من لديه يعني إشكالية مع النظام السياسي أو لديه مطالب يذهب ويسيطر على البرلمان، وهذه ليست المرة الأولى اللي سيطر على البرلمان. ثانيا، البرلمان جميع الكتل السياسية موجودة فيه، فبإمكانه تعطيل البرلمان، تعطيل التشريع، تعطيل أي شيء، ومن ثم تبقى الحكومة. وهذا النهج حقيقة يبدو أنه يعني يراد إيقاف عملية يعني إيقاف اجتماعات البرلمان وجلساته وتشريعاته ورقابته على الحكومة وشل الحركة السياسية في العراق، مما يدعو إلى أنه مؤشر على بقاء حكومة الكاظمي، لأنه من السيطرة على البرلمان لا توجد حكومة، كيف سينتخبون حكومة؟ لا يمكن. من يصوت للمرشح اللي موجود؟ من يصوت؟ غير ممكن. من يصوت لرئاسة الجمهورية منصب رئاسة الجمهورية؟ غير ممكن. فبالتالي تبقى الحكومة على ما هي عليه، حكومة الكاظمي، والسيد مقتدى الصدري سيطر على البرلمان ولا يوجد أي حركة سياسية. وهذا يعني أنه عودة إلى الانتخابات تشرين الذي مضى عليها أكثر من 10 أشهر ورح ندخل السنة، معناها لا قيمة لهذه الانتخابات، لا قيمة. ونحن منذ 2010 وإلى الآن جميع الحكومات لا تعكس نتائج الانتخابات، وهذا مبرر بأنه المقاطعين هم على حق. طيب اسمح لي أن ننتقل للأستاذ مسار، ورحب بالأستاذ مسار عبد المحسن الكاتب والباحث السياسي. أستاذ مسار مرحبا بك. أستاذ مسار مرحبا بك. أهلا بك أستاذ مسار. أستاذ مسار، تداعيات هذا الصراع بين القوى السياسية ما انعكاساته على المشهد في العراق؟ أكثر يعني نحو 20 سنة منذ احتلال العراق لم يقدم ولم تقدم القوى السياسية شيئا للعراقيين، بل من سيء إلى أسوأ. هنا مشاكل عدم تشكيل الحكومة وانتظار تشكيل الحكومة. ترى يعني هذا الصراع هل هو من أجل العراقيين، من أجل بناء العراق، من أجل الشعب العراقي، أم هو صراع من أجل
مصالح ونفوذ وثروة ومناصب. أستاذ مسار، هناك مشكلة في الصوت. مشكلة في الصوت. إذا أعتذر منك أستاذ مسار، سنعود إليكم مرة أخرى بعد تأمين الاتصال بشكل جيد. أستاذ حسين، أين صوت المواطن العراقي من كل ما يجري؟ حقيقة مغيب. صوت العراقي مغيب، لأنه جميع هذه القوى السياسية هي تستهدف المجتمع العراقي، تستهدف ثروته العامة، تستهدف إرادته، تستهدف قراره السياسي، تستهدف كل شيء فيه. منذ 2003 وإلى الآن هو المواطن العراقي المستهدف، والثروة العراقية المستهدفة بمعنى المال العراقي العام، وخدمات المجتمع المستهدفة. فبالتالي المواطن مغيب. أما المواطن الحزبي غير المواطن الحقيقي. هناك مواطن حزبي هذا مستفاد بحكم انتمائه الحزبي وليس بحكم انتمائه الوطني أو بحكم عراقيته. فالغالبية من الشعب هي مغيبة في القرار السياسي، مغيبة في الخدمات، مغيبة في الحقوق، مغيبة في كل شيء، وأحيانا تستخدم لأغراض سياسية من قبل هذه القوى عندما تتصارع. وقد لاحظنا الحركتين الأخيرة سواء من الإطار أو من التيار، كل من يحرك أتباعه في أهداف لغرض أهداف سياسية تعني كتلته ولا تعني فقط عامة المجتمع العراقي. المجتمع العراقي هو الخاسر الأكبر في جميع هذه الصراعات السياسية اللي موجودة بين الكتل. يتابع أبرز المحطات في مواجهة الصدر والإطار التنسيقي مشاهدينا الكرام في هذا التقرير الذي يلخص أبرز هذه المحطات، نتابع سويا. إذا عاد إلينا الأستاذ مسار عبد المحسن، الكاتب والباحث السياسي العراقي، ضيفي عبر الهاتف. أستاذ مسار، مرحبا بك، تسمعني الآن؟ أسمعك بوضوح. أهلا بك أستاذ مسار، مرحبا بك في حلقة اليوم. أستاذ مسار، هذا الصدام والاحتدام، احتدام الصراع بين القوى السياسية في العراق، إلى أي مدى ترى أنه وصل إلى مرحلة الانفجار بحيث ليس هناك من مؤثرات تقف أمامه وأنه كإعصار قادم؟ أعتقد أن الانفجار الحاصل الآن حاليا والمتمثل في تشظي البيت الشيعي هو شيء ليس غريبا. معالي الأمور منذ 2003 ولحد هذه السنة التي نحن الآن فيها وهي 2022 يؤكد أن تشظي هذا المنشأ السياسي كان متوقعا، وكل ما هنالك ربما أن الفاعل الإقليمي والدولي هو ما أخر التشظي الذي نشهده اليوم. أنا أعتقد أن القوى السياسية الشيعية وصلت إلى مرحلة فاصلة
لم يعد بالإمكان أن يتم ترتيب العملية السياسية للاعبين كثار، خاصة ونحن نعرف أن معظم اللاعبين السياسيين الشيعيين هم عبارة عن واجهات لإيران، واجهات إيرانية حرصت إيران على أن تقوم بتجزية المشهد الشيعي لأجل أن تظل متحكمة فيه. المفارقة الآن والتي هي الآن يسأل الجميع عنها، هل أنه موقف التيار الصدري هو موقف حقيقي؟ هل تستطيع بقية القوى السياسية الاعتماد على ما يقوم به هذا الفاعل الذي هو من أهم الداعمين للعملية السياسية منذ 2003 لحد هذه اللحظة؟ ما نسمعه من الفاعل الصدري إذا صحت العبارة هو يقول أنه يريد أن يبدأ تجربة جديدة وأن تحتوي كل القوى السياسية، سواء تلك المنتمية إلى البيت السني أو تلك المنتمية إلى البيت الكردي. طبعا هذا يكاد يكون ضربا من الشاعرية السياسية، خاصة ونحن نعرف أن التيار الصدري وخاصة زعيمه مشهود لهم بكثرة التقلبات والعودة عن المواقف والانتقال من الطرف اليمين إلى الطرف اليسار. لكن إذا أردنا أن نكون منصفين في توصيف الواقع، أعتقد أن المشهد السياسي العراقي لم يعد يتحمل كثرة الفاعلين السياسيين السياسيين الشيعة وهم مجرد واجهات. طيب الآن مسار، يعني من خلال كلامكم نفهم بأن خيوط اللعبة أو قواعد العملية السياسية التي هي بإدامة وإدارة إيرانية ومتابعة إيرانية من قبل، يعني في السابق قاسم سليماني والآن قاآني، وهذه الإدامة منذ عام 2003 إلى الآن، أنها ضعفت أم تغيرت هذه القواعد أم ماذا؟ كيف يمكن توصيفها بدقة؟ إذا أردنا أن نوصفها بدقة فيجب أن نفهم شيئا مهما. يجب أن نفهم أن العلاقة ما بين الطرف الشيعي العراقي وما بين الطرف الإيراني هي عبارة عن استعارة مناهج للحكم. شاهدنا مثلا أن ما يطلق عليه أو ما يسمى بالحشد الولائي هو بالضبط عبارة عن نسخة كربونية من الحرس الثوري الإيراني. إذن هنا يجب أن نفهم، نحن أمام طبقة سياسية هي لم يكن أمامها سوى إيران لكي تستعير منها مناهج الحكم والتصورات لكيفية إدارة العملية السياسية. ولكن أنا أعتقد أن هنالك بعض الفاعلين السياسيين الشيعة، ربما أولئك المنتمين إلى طبقات شعبية بسيطة أو أولئك الذين يريدون أن يقفوا على مسافة فاصلة ما بين إيران وما بين الغرب وما بين حتى دعنا نقول القوى التقليدية المتمثلة في الحكومة، يريدون أن يكون لهم الصوت العالي اليد الطولة في إدارة العملية السياسية. هذه المواصفات توفرت في الفاعل السياسي الصدري كونه يمتلك قاعدة شعبية من الناس البسطاء. ولهذا أنا أعتقد أن الإدارة الإيرانية هي بالنتيجة النهائية تعرف أنها ستصل إلى هذا المعال، لأنها تعرف أن عملية التجزئة التي قامت بها لا تستطيع الحفاظ عليها طويلا. ولكن هنالك مشكلة عظمى أعتقد أنه تواجه أي فرصة للتغيير حاليا، ألا وهي الثقة المعدومة ما بين الفاعل السياسي الصدري وبقية المكونات السياسية. هذا واحد. المسألة الثانية والأهم من هذا كله، كيف سيكون شكل هذا التغيير؟ هل سنتجه إلى فاعل سياسي يسيطر على العملية السياسية وهو التيار الصدري والذي نعرف أنه بالنتيجة النهائية هو تيار عقائدي قد لا يسمح لنفسه أو من المؤكد أن أجنحته أو على الأقل أطرافه الفاعلة لم تسمح لمشاركة فاعلة من بقية المكونات السياسية العراقية؟ أعتقد أنه هذا ما يعطل انتقال العملية السياسية في العراق إلى مرحلة قادمة من المؤكد أنه سيكون فيها جزء كبير من الفوضى،
سيكون هنالك نوع دعنا نقول من الترشيح لعدد اللاعبين الشيعه كما اسلفت من قليل، ولا نعرف عن ماذا سيتمخض هذا المشهد، لكن المؤكد ان كل الامور تتجه الى ان السيد نور المالكي سيكون اول الغارقين من عمليه الانتقال هذه. هذا الرجل لعب دورا مؤذيا ومؤلما فيما يخص التوازنات السياسيه العراقيه، وهو لحد هذه اللحظه ما زال يراهن على وأد اشقائه في البيت الشيعي لكي ينفرد بالمشهد. وقد اثبتت التسريبات الاخيره ان هذا الرجل مستعد ان يقوم وان يرفع سقف تصرفاته الى حدود تدمر البلاد والعباد. وهذا كله تكشف في من خلال التسريبات الصوتيه له، وكذلك من خلال الممارسات في إبان توليه منصب رئاسة الوزراء. لنتعرف على أحد العناصر الفاعلة والموجودة في هذا الصراع المحتدم بين القوى السياسية وهو الإطار التنسيقي. مشاهدينا الكرام، يعني هذا التقرير يوضح بملخص ما هو أو هوية الإطار التنسيقي وما غاياته وأهدافه، نتابع. إذا تابعنا سويا هذا التقرير مشاهدينا الكرام. بالعودة إليك مرة أخرى، قبل أن أعود إليك أستاذ مسار، بالعودة إليك أستاذ حسين السبعاوي، يعني تابعت هوية الإطار التنسيقي وتابعت سلسلة وحلقات الصدام مع التيار الصدري، ترى يعني هل سيصل هذا الصدام أو إلى جعل العملية السياسية على فوهة بركان؟ هو الصراع الحاصل الموجود بين التيار والإطار يعني وصل إلى مراحل متقدمة إلى ذروته، لأنه كلا الطرفين يمتلك السلاح. حدث هناك اغتيالات وقتل ما بين الطرفين، لكن على مستوى الاغتيالات وليس على مستوى المواجهة المسلحة المباشرة. أنا أستبعد وجود المواجهة المسلحة المباشرة. لماذا تستبعد؟ كلها ميليشيات. هناك ضابط للإيقاع، هناك ضابط للإيقاع لا يسمح بالمواجهة المباشرة. من؟ مثلا يعني عندك إيران لا تسمح بمواجهة شيعية شيعية، وأيضا المرجعية سيد سيستاني لا يسمح بهذا، يعني هو ساكت على كل ما يجري، لكن لحد الصدام قد يجوز يكون له دور خاص. القوى السياسية لكن قضية الاغتيالات لا يسيطر عليها أحد، وقد حدثت ما بين العصائب والتيار من كلا الطرفين اغتيلة، وهذا ما بثته تسريبات المالكي بأنه العصائب قتلوا من التيار والتيار كذا. أنا يعني أعتقد الإطار يدرك جيدا، أو عليه أن يدرك، بأن أي صراع مع التيار هو سيكون الخاسر، لأنه لا يمتلك تيارا شعبيا كما يمتلك التيار الصدري من جهة. ثانيا إعلانه ولاءه إلى إيران، إعلان المطلق الولاء المطلق لإيران، أفقده حتى جمهوره الحزبي. دفاعه عن إيران بهذه الشراسة وبهذا الوضوح،
يعني في العمل السياسي لا يوجد وضوح من حيث التبعية والدفاع عن القوى الخارجية. ما رأيت مثل الإطار يدافع عن مصالح إيران في المنطقة، ما رأيت قوى سياسية تنتمي فكرا وسلوكا وتنظيما إلى قوى خارجية وتعلن أمام الملأ أمام الإعلام. هذا أفقد كل جمهور، ولهذا سبب هو خسر في الانتخابات الأخيرة، رغم أنه يقدم نفسه الممثل الشرعي للمكون الشيعي على الأرض. ما الأمر مختلف تماما. فالصراع ما بين التيار والإطار النتيجة تحسم للتيار. التيار مع تشرين لن تحسم لأحد. ماذا نقصد يعني التيار مع تشرين؟ أعتقد تشرين تمثل مشروعا وطنيا، والتيار يحمل مشروعا للتيار، رغم أنه لديه تيار واسع وجمهور واسع، لكن مشروع تشرين قد يجوز ينضوي تحته بقية المكونات جميعا، لكن لا أحد يضمن مشروع التيار الصدري أنه يكون جزء من هذا المشروع، لأنه لا يوجد ضمانات. يعني من 2003 وإلى الآن تابعنا حركة التيار الصدري في التظاهرات، في البيانات، في سيطرته على مجلس النواب، في كل شيء. لا يوجد في القبعات الزرق، قبعات الزرق سيطرته على ما دخل إلى البرلمان في عهد رئيس البرلمان سليم الجبوري، وغيره كثيرة. يعني في مظاهرات البصرة وفي الناصرية وفي بغداد تابعنا كثير أنه لا يوجد أي ضمانات بقية القوة. هذا من جهة. ولاحظ قبل يومين الحزب الديمقراطي الذي هو حليف للتيار الصدري، عندما أعلن التيار أنه هذا النظام لا يصلح ويجب تحويله لنظام رئاسي والدستور وكذا، هشار زيباري اللي هو قيادي في الحزب الديمقراطي وحليف للتيار الصدري رفض هذا الأمر. قال أنه تغيير الدستور وتغيير النظام لا يمكن أن يكون من قبل قوى سياسية بمفردها، حتى لو امتلكت نوابا أو امتلكت الشارع وغيره، رغم أنهم حلفاء. لا يوجد ضمانات مع التيار الصدري. فهذا هي التوازن. هذا فيما يخص البيت الشيعي. هناك تشرين، لأن تشرين بغالبيتها شيعية والتوجه علماني شيعي. فهناك تشرين، هناك التيار، هناك الإطار. الخاسر الأكبر والذي وأين الطرف الثالث من ما يجري؟ الطرف الثالث في ماذا؟ الطرف الثالث في هذا فيما يجري الآن، يعني من صدام ما بين التيار الصدري وما بين الإطار التنسيقي. أعتقد الطرف الثالث هي إيران اللي تضبط الإيقاع. الطرف الثالث الذي قام باغتيال المتظاهري تشرين السلمي. إن لم تكن إيران فأتباع إيران أو أدوات إيران. لم يقتل العراقيين إلا على أيدي أتباع إيران. طيب اسمح لي أستاذ حسين أنتقل لأستاذ مسار. أستاذ مسار، العملية السياسية في العراق ولدت بعد العام 2003 باحتلال العراق، ويعني كانت ولا زالت ربما برعاية إيرانية أمريكية. يا ترى الآن العملية السياسية بعد أن أصبحت على شفا فوهة بركان الآن، ما هو مصيرها؟ هل ستظل القوى الإقليمية تحميها وترعاها؟ هل ستظل القوى الدولية تناصرها؟ كيف تنظر إلى مستقبل عملية سياسية لم تقدم شيئا للعراقيين سوى صراع على المناصب وصراع على السلطة وصراع على الثروات بين زعماء الأحزاب وبين زعماء القوى السياسية؟ هذا السؤال مهم عليه. بعدما شاهد ما حصل بعد سنة 2003 من احتلال العراق، وشاهد كيفية تشوقي المشهد السياسي في العراق نتيجة الطائفية والعرقية والتدخلات الدولية والإقليمية، أعتقد أنه ليس من مصلحته أن يضحي بالتوازن الهش الموجود في العراق. كما أسف قبل قليل، هو يريد عبر ربما هذا الدعم غير المعلن، دعنا نقول ربما عبر التخاذل الأجندات ما بينه وما بين ما يقوم به التيار الصدري، أنه يسعى إلى أن تقل أعداد اللاعبين الموالين لإيران في العراق. ليس هنالك من مجال أمامه إلا أن يتحد على الأقل معنويا عن طريق عدم إدانة ما يقوم به اللاعب السياسي الصدري. فهو يراه
ربما الورقة الوحيدة الموجودة حاليا على الأرض والتي كشفت للمفارقة، كما قلنا أن اللاعبين الشيعيين السياسيين ليس لهم وزن، عبارة عن واجهات وعبارة عن فصائل قليلة العدد متناحرة التوجهات، وأيضا ليس لها سوى الحفاظ على مصالحها، وهذا ما قد أدلى به دعنا نقول عم الإطار وهو السيد نور المالكي عندما قال أن الجميع مشغولون بمصالحهم وبالحصول على المزارع وغيره من الألفاظ التي وردت في تسريبات السيد نور المالكي. إذا أنا أعتقد أن تغيير العملية السياسية في العراق لن يكون شاملا وحاسما كما يزعم البعض. أنا أعتقد أن المراهنة الآن هي أن التيار الصدري بكل علاته ربما يستطيع أن يقوم أو أن يؤدي العملية السياسية إلى مناخ أفضل، ولكن كما قلت قبل أن ينقطع اتصالي قبل قليل، أنا أعتقد أن ما يواجه التيار الصدري من مشكلة هي عدم الثقة، ثانياً عدم الثقة به، ثانياً نحن جربنا ولسنين طويلة أن هذا التيار السياسي كثير التقلبات، زعيمه ينتقل من اليمين إلى اليسار بكل يسر وسهولة وبدون أن يقدم التبريرات الكافية، ولكن اليوم وكما يبدو أنه لم يكن الإمكان طيب. هل ترى فيما يطرحه المتصارعون أستاذ مسار، هل ترى فيما يطرحه المتصارعون على المناصب والنفوذ الآن شيئا من مشروع يحفظ للشباب فرص عمل، يخلق للشباب فرص عمل، يحفظ لهم حياة كريمة؟ هل ترى في هذا الصدام؟ نعم. يجب أن نفهم شيئا، يجب أن نفهم شيئا، العراق بالنسبة للطرف الإيراني هو عبارة عن بنج للدماغ تقوم بإزالته في مشاريعها التوسعية في المنطقة العربية. لهذا فإن تلك الواجهات المرتبطة بإيران هي ليس من مصلحتها أن يحصل الشعب العراقي على فرصة كريمة للعيش، هي تريده خانعا تائها فقيرا ليس له مجال سوى أن يعرض روحه مقابل أن يستمتع بأبسط ضروريات الحياة ألا وهي الأكل. لهذا يجب أن ننتهي من هذا الموضوع. إيران لن تفكر مطلقا بأن يتمتع العراق بأي بحبوحة اجتماعية إذا صحت اللفظة بالإضافة إلى البعد الاقتصادي. أما بالنسبة للتيار الصدري كما يجب أن نفهم، نحن أمام تيار يجب أنه هو بما يمتلكه من قاعدة جماهيرية قادر على إدارة اللعبة السياسية على الأقل من الطرف الشيعي، هو أيضا في نفس الوقت قادر عبر التحالفات التي يقوم بها أن يقدم لتحالفاته كل الضمانات. أما بالنسبة إلى التغيير يجب أن نفهم مسألة أخرى أنا أعتقد من الضرورة الإشارة إليها لكي يفهم المشاهد والمستمع، لا يمكن لأي تغيير سياسي أن يقوم بدون كما وهذا حتى قلته في مرة سابقة مع قناتكم المحترمة، قلت أنه لا يمكن بناء عملية سياسية جديدة بدون الاستعانة بطابوق قديم، مهما كان هذا الطابوق ومشبوه وتورط فيما تورط في عمليات بناء مغشوشة وطنيا إذا صحت اللفظة وجاز لنا سياقا نعبر عن هذه النقطة بهذه الطريقة، لكن ليس هنالك من بديل للتيار الصدري لكي تتحد معه بقية المكونات السياسية. لا يوجد في العمل السياسي شيء مثالي، لا يمكن بالعراق أن ننتقل وأن نغير الأمور 180 درجة، لكن ربما على الكتل السياسية خاصة الكتل السياسية دعنا نقول تلك المنتمية إلى البيت السني والبيت الكردي، إذا كان هناك موجود منها من يؤمن بأهمية التعايش وأن يكون العراق قويا موحدا، أن ربما تصبح الملامح تطورات هذه العملية السياسية عن ماذا تريد أن يقوم به الفاعل السياسي الصدري وهو حصان سبق التغيير القادم. ليس هنالك من أحد في حلبة السباق السياسي معه، أما أن ننتظر أن يكون هنالك تيار سياسي صدري مثالي يقوم بالتغيير 100%،
وكل اوراقنا نضعها على الطاوله الصدريه، فاعتقد هذا يعني عبث. طيب استاذ مسار، ليس منطقيا. نعم ابقى معي لو سمحت، ساعود اليك مره اخرى. استاذ حسين، يعني هل ترى ان هذا التصعيد هو تصعيد يختلف عن التصعيدات السابقه من قبل التيار الصدري؟ الكاظمي يحذر من عواقب وخيمه نتيجه الصراع بين القوى السياسيه، وحتى يعني الكثير من المسؤولين غادروا مساكنهم، غادروا اماكنهم نتيجة التخوف من هذه الأحداث القادمة. نعم. هل ترى أن هذا التصعيد ربما يؤتي بشيء جديد يختلف عن الماضي؟ نعم يختلف، هذا التصعيد يختلف، لأنه سبق هذا التصعيد هو تسريبات المالكي وتهديد للتيار الصدري. هذه نقطة مهمة، هذه مهمة، لأنه قال سوف المرحلة القادمة مرحلة قتال، أجهز قوة وأذهب إلى النجف للقتال الصدر، وهو واضح، وهذا هذا الأمر. فهذا التصعيد نعم يختلف عن البقية، هذا من جهة. من جهة ثانية، التيار الصدري فاز بالانتخابات ولأول مرة يفوز بهذا العدد، وشكل تحالف ثلاثي، وحرب أو منع من تشكيل الحكومة بكل الوسائل، سواء بالمحكمة الاتحادية، بالتهديد، بالترغيب. يعني إطار التنسيق اللي يتكلم عن الشرعية وأنه ما حدث انقلاب، طيب ماذا تسمي انقلابكم على نتائج الانتخابات عندما فاز الصدر وأنتم خسرتم الانتخابات وتمنعون تشكيل حكومة؟ ماذا تسمون دعوتكم لترشيح محمد السوداني وأنتم الخاسرين، بينما الفائز بالانتخابات لا يسمح له بتشكيل حكومة؟ ماذا تريد أن يكون له معارضا في البرلمان؟ فإذا هذا التصعيد نعم مختلف، هناك في أسماء في هذا التصعيد، تسمية الأشياء بمسمياتها، هناك تشكيل حكومة. يعني سابقا التصعيد كان من التيار الصدري في حكومة مشكلة هو لا يمتلك الأغلبية فيها، لا البرلمانية ولا غيرها، لا يوجد تهديد أمني مباشر مثل من شخصية مثل المالكي. فنعم هذا التصعيد مختلف تماما، وهذا التصعيد أيضا جعل يعني أظهر الأطار في حجمه الطبيعي وفي نواياه، في النوايا وفي الحجم، تبين أنه نواياها غير سليمة، لا مع التيار الصدري ولا مع الآخرين، لكن تبين أنه حجمه أيضا ليس بذاك الحجم الذي يدعي بأنه هو يمثل المكون الشيعي كاملا. ولاحظنا البارحة أمس تظاهراته، ولا يستطيع أن يستمر في تظاهرات على مستوى أسبوع زمان، بينما التيار الصدري في لحظة ما تحرك الآلاف وسيطروا على الخضراء وأخذ مجلس النواب، وأيضا دعا إلى التظاهرات في جميع المحافظات الذي لديه يعني أتباعه في العراق. فإذا لا يوجد توازن، يعني أصبحت بين كفة التيار الصدري عن الإطار التنسيقي. فنعم هذا التصعيد مختلف، والإطار أدرك هذه الحقيقة بأنه حجمه لا يكون موازيا ولا يستطيع أن ينافس التيار. فأعتقد سوف يسحب ترشيحه للسوداني، وأعتقد أن التيار الصدري سيعود إلى البرلمان بـ 73 نائب، ومن ثم يبدأ في تشكيل حكومة، قد يجوز تدخل بعض الإرهاصات، ولكن المالكي سيكون خارج هذه الحكومة ولا يستطيع أحد أن يضغط على التيار، خصوصا بعد التسريبات وبعد دخول التيار إلى المنطقة الخضراء وتبين حجم الإطار الحقيقي. هناك دعم من الحكومة، القوات الأمنية بمجملها، جهاز مكافحة الإرهاب، الدفاع، غيرها، التزمت الصمت فيما قام به التيار بكل صراحة، يعني كأن هناك ضمن تأييد لما قام به التيار. فأعتقد نعم تختلف، ولكن الخلاصة أنه التيار سيعود إلى البرلمان، لأنه التصويت على إقالة استقالة النواب لم يصوت عليه البرلمان، البرلمان صوت على البدلاء ولم يصوت على إقالة استقالة النواب، والنواب لم يمضي عليهم عاما كاملا من المجلس، كان في عطلة والجلسة غير قانونية، من يحق له دعوة المجلس في عطلته إلا أن يكون أمر طارئ، وتقديم البدلاء ليس أمرا طارئا ولا مهما، فتعتبر الجلسة غير قانونية. من هذا الباب سوف يدخلون ويعود التيار إلى 73، ومن ثم يبدأ في مشاورة تشكيل حكومة. أستاذ مسار، هذه اسمح لي أستاذ حسين، أستاذ مسار بالعودة إليكم، يعني هذه الجلسات التي تعقد في البرلمان، ما هي فائدتها بالنسبة للعراقيين؟ كم جلسة عقدت منذ تشكيل البرلمان بعد احتلال العراق إلى الآن؟ كم جلسة عقدت؟ ما هي المشاريع التي طرحت؟ الآن الشعب العراقيون يتخوفون من
يعني تداعيات هذا الصراع على يعني أكيد يلقي بظلال قاتمة على المشهد الاقتصادي، على الشارع العراقي، على المواطن، على كاهل المواطن المثقل بالكثير من الأعباء، وخاصة بعد ظروف الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من ثقل اقتصادي كبير على كاهل المواطن. هناك تخوفات من إغلاق الشوارع، تخوفات من حالة من القتامة. كيف تنظر إلى هذه التخوفات من المواطنين العراقيين، وإلى أي مدى هي مقاربة للحقيقة؟ هنا اسمح لي فقط في البداية أن أضيف إلى ما قاله الضيف الكريم فيما يخص إمكانية عودة التيار الصدري إلى البرلمان. أنا أعتقد أن هذا الشيء هو ليس أصلا في صالح التيار الصدري. أعتقد أن التيار الصدري عندما سحب نوابه 73 من البرلمان هو يعرف أنه ليس هنالك من إمكان لكي يتنفس التيار الصدري بحجمه الحقيقي بوجود السيد نور المالكي. هو يعرف تماما أن هذا الإنسان هو يراهن على أن يكون هو المهندس أو المصمم الوحيد للتوازنات السياسية في العراق. طبعا أنا لا أعطي هذا لا أقوله بمعنى أعطيه قدرات خارقة للسيد نور المالكي، ولكن كل ما هنالك لأنه قد أفلح في تكوين مجموعات ضغط والعضويات في واشنطن، ولديه أيضا مجموعات في إيران تقدمه وتزوقه دائما بأنه اللاعب الأكثر ثقة شيعيا بالنسبة لإيران. لهذا أنا أعتقد أن ما قام به التيار الصدري هدفه الحقيقي هو إزاحة السيد نور المالكي، الذي كما قلنا هو ربما الطرف الأكثر ضررا وأكثر أذى لكل العملية السياسية بعد 2003. أما بالنسبة للمواطن العراقي وتخوفاته، أعتقد أنه طيلة الدورات البرلمانية السابقة رأينا وشاهدنا بأم العين أن الحكومة لم تتشكل أبدا في موعدها بعد أي نتائج انتخابية. دائما ما كانت هنالك فترات تأخير سواء في 2010 في 2014. فيجب أن نفهم أن المواطن العراقي ما يتخوف منه حقيقة الآن هو صعود دعنا نقول ما يسمى دائما وأصبح معروفا بالطرف الثالث، الذي يقوم بالاغتيالات، الذي يقوم باستهداف التجمعات المدنية للناس البسطاء كما حصل مثلا في ساحة التحرير، ونحن نتحدث عن الفترة القريبة التي بعد تولي السيد مصطفى الكاظمي لرئاسة الحكومة. نتحدث عن كثير من الأعمال التي قام بها الطرف الثالث والتي أدت إلى مئات وربما حتى أكثر من المئات بشهداء ثورة تشرين. لهذا أعتقد أن المواطن العراقي يخاف الآن تحديدا من أن يطلق هذا الطرف الثالث لينهش بأنيابه حياة المواطنين، ودعنا نقول المستوى الهش والمنعدم أصلا للأمن في ربوع البلاد. أما بالنسبة للبرلمان وما يقوم به، أنا أعتقد أننا لسنا أمام برلمان يمثل الشعب، نحن أمام برلمان يمثل الكتل السياسية فيه ويعمل لصالحها تحديدا. لهذا فإن رجوعه للعمل أو عدم رجوعه وفق العملية السياسية الجارية بشكلها الذي يود الإطار الموالي لإيران الحفاظ عليها لن تقدم لهذا الشعب شيئا. أعتقد أيضا التيار الصدري ربما يجب أيضا أن لا نعطيه تلك القدرات الخارقة ونقول أن جمهوره قادر على اجتراح المعجزات. يجب أن نفهم أن التيار الصدري سواء شئنا أم أبينا أصبح غطاء لأمنيات وتصورات الشعب بأنه يريد أن يغير هذا الوضع ويمضي فيه نحو الأفضل. لهذا أعتقد أن حقن الكتل السياسية للتيار الصدري وبالتعاون معه في الفترة الحالية والقادمة ربما ستعطيها مجالا أن يكون لها وزن ثقيل أكثر من الوزن الهامشي الذي شاهدناه خلال السنين السابقة. أعتقد أيضا يجب أن نفهم أن التيار الصدري لا
ليس في مصلحته ايضا، وهو باعتباره يلعب ضمن الساحه الشيعيه، ان يقوم بتصفيه الاطار الكامل. هو مصر على تصفيه قوى معينه هي السيد نور المالكي، ومن المؤكد ايضا عصائد اهل الحق ممثله بقيس الخزعلي. لهذا انا اعتقد ان دعم التيار الصدري على الاقل في شعاراته، شعارات الاصلاح وتغيير العمليه السياسيه نحو الافضل، هو يصب في صالح الجميع. ارجو ان لا يفهم ايضا المتابع والمشاهد والمستمع، انما اقوله هو نوع من دعنا نقول نثر الورود او وضع الرمال امام اقدام التيار الصدري في العمليه السياسيه حاليا والقادمه. ولكن كما قلت، ليس هنالك من بديل حاليا الا سوى الاتفاق مع التيار الصدري على الاقل في المشاريع التي يدعو لها. اما المواطن العراقي فصدقني، المواطن العراقي لا الان ولا بعد سنه ولا بعد سنتين هو ينتظر شيئا من هذه العمليه السياسيه. العمليه السياسيه لن تقدم له شيئا الا اذا تم تغييرها، وهذا التغيير لن يتحقق مطلقا باي وجود حقيقي وفاعل للاطار التنسيقي. يجب ان نفهم ان الاطار التنسيقي هو طرف مؤذي وطرف لا يمثل سوى مصالحه ولا يمثل سوى الجاره المسعده، الجاره التي تتمنى لو تحتم العراق حجرا فوق حجر، الا وهي ايران الفارسيه التي نقولها. وهذه هي حقيقه مطلقه، لا اتصور ان اي عراقي سيكون مخطئا اذا ترجمها بغير هذه الطريقه. شكرا استاذ مسار. استاذ حسين، يعني كما هو معلوم ان التيار الصدري له يعني يمثل جزءا كبيرا من العمليه السياسيه منذ عام 2003، يعني منذ اكثر من 19 سنه، يعني وحتى اندلاع هذا الصراع وهذا الاحتدام في الصراع مؤخرا بينه وبين الاطار التنسيقي. يا ترى يعني لو ذهبنا الى صانع العاب العمليه السياسيه او صانع العمليه السياسيه ان صح التعبير، الاحتلال الامريكي، الولايات المتحده، كيف تنظر وتتفرج على صنيعتها بعد مرور هذا الزمن الطويل؟ يعني هي حقيقه الولايات المتحده ما يهمها مصالح، على صنيعتها اقصد على العمليه السياسيه. نعم. ما يهمها مصالح، وما موجود في العملية السياسية حريصين على مصالح أكثر من حريصهم على المصالح الوطنية وحريصهم على المصالح الشعب، بل يتسابقون في الحفاظ على المصالح الأمريكية والإيرانية من أجل البقاء في السلطة أو البقاء في موقع المسؤولية. ولهذا السبب لا يوجد أي خطر على المصالح، وما هي ما هي هو المصالح. يعني حتى لو تريد أن تستبدل هؤلاء بقوى أخرى، ما زال عطائهم مستمر، لا يمكن أن تستبدل يعني هؤلاء بآخرين، لأنه حريصين جدا على مصالحها. وبالمناسبة المصالح الأمريكية محمية ومحروسة ليس فقط من طرف واحد أو من مكون واحد، بل بعض المكونات الأخرى لديهم الاستعداد الحفاظ على المصالح الأمريكية والإيرانية أكثر من حرص مثل سنة السلطة. سنة السلطة بالضبط، سنة إيران نسميهم. هؤلاء لديهم الاستعداد أن يحفظوا مصالح إيران أكثر من كثير من الشيعة. نعم. ولاحظنا في انتفاضة تشرين التي انتفضت على الهيمنة الإيرانية في العراق ورفضتها مطلقا، بينما سنة إيران لم ينتفضوا، ولن بل على العكس مستعدين لأن يقدموا الغالي والنفيس من أجل مصالح إيران، كل هذا من أجل بقائهم في مواقعهم وفي السلطة. فإذا هذا النموذج الموجود الحاكم في العراق حقيقة يعني لا يمكن إصلاح، ولا توجد أي محاولة إصلاح، لأنه استشرى الفساد فيه والتبعية. يعني تقصد ما بني على حقيقة لا علاج إلا التغيير، ما بني على خطأ فهو خطأ، أي لا علاج لهؤلاء إلا التغيير، لأنه لا يمكن. كيف تصلح هذا النموذج اللي صار له 20 سنة هو فاسد، وهو يعلن تبعيته ويعلن ولاءه بعيد عن المشاريع الوطنية، ضد مصالح الشعب العراقي، ماذا تصلح من هذا؟ هذا سرطان استشرى به كامل.
في ختام هذه الحلقة أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي العراقي ضيفي في الاستوديو، وشكرا جزيلا الأستاذ مسار عبد المحسن الكاتب والباحث السياسي ضيفي عبر الهاتف. في الختام مشاهدينا الكرام تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.